يا مساء الفل ومساء الجمال على كل الناس الحلوه قوي 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 اللي بتسمعنا من كل حته في مصر على الراديو 90 دايما هوانا مصري. اهلا بيكم حلقه جديده من الراديو بيضحك وبيشهيص وبيعمل كل حاجه حلوه. ضيفنا النهارده واحد من النجوم اللي مش محتاجين مقدمات، كفايه ان احنا بس نقول اسمه لان هيجي على طول في دماغك التاريخ كبير وطويل من الاعمال المهمه المحفوره في ذاكرتنا كلنا. من ايام قدم واحده من انجح دورات المهرجان القومي للمسرح بعد شهور قليله جدا من توليه المسؤوليه، وفي رمضان اللي فات كمان قدم دور قوي جدا كان حديث الناس كلها في مسلسل كلبش 3، وهو النجم الكبير الاستاذ احمد عبد العزيز. عايزه ابارك لحضرتك على حاجات كتيره، اولها طبعا النجاح الكبير اللي حققته الدوره ال 12 من المهرجان القومي للمسرح. الله يبارك فيك، متشكر جدا. لما اتعرض موضوع المهرجان ده انا كنت مهتم لانه يعني انا شايف طبعا حال المسرح المصري في الوقت اللي احنا عايشين فيه، وبقالنا سنين في ركود في حركة المسرح المصري بشكل عام. ومن ناحية تانية أنا ساعات كتير بحس إنه المسرح له دين في رقبتي. الجمهور كان هيك كنت بتقول إن في عروض الجمهور كان بيبقى كتير. ده صحيح. حضرتك شايف ان الناس رجعت تاني للمسرح، المسرح بدا يوحشنا، لان احنا كنا واحنا صغيرين فاكرين ان كان في خروجه ثابته هي خروجه المسرح، والاسر كلها كانت لازم تروح ما تفوتش مسرحيه، بقى لنا فتره ده غايب. حضرتك حاسس ان الناس رجعت تاني للمسرح؟ لا، ما اقدرش اقول لك الناس رجعت للمسرح، انما هو الناس تابعت المهرجان لانه كان في يعني دعايه وفي اهتمام من وسائل الاعلام كتير بالمهرجان، فالناس تبعد. انما لو فضلنا على هذا المنوال ففعلا الناس هترجع تاني للمسرح. نفسي ان الجمهور يشعر انه لا، ده لسه في مسرح، المسرح لسه بخير، ويعاود يعني التواصل مع المسرح بعد كده.